يا لطيف يا خبير، يا من له ما في السماوات والأرض، اجعل لنا من ضيقنا هذا مخرجا، إنك على كل شيء قدير، يا قوي يا عزيز، برحمتك نستغيث. فاللهم يا ربنا اكشف عنا السوء، ونجنا من الغم والهم، واجعلنا من المكرمين. اللهم آمين. وصاحب صبح الأعشى هذا العمل الموسوعي والفكري الذي استغرق لإعداده حوالي 20 سنة وجاء في 14 مجلد، فاستحق عن جدارة أن يكون صاحبه واحد من أعلام التجديد والتطوير في الفكر والتراث الإسلامي، الإمام القلقشندي في مصر أرض المجددين. أبو العباس القلقشندي، ويتمثل محور مشروعه التجديدي في كتابه صبح الأعشى، وإن كانت له كتب أخرى، حيث جمع في هذا الكتاب موسوعة فريدة في علم التاريخ والجغرافيا والسياسة والكتابة والخطوط، بل وأنواع الورق وألقاب كل ذي لقب، وكيف ننشئ الرسائل، وكيف نتعامل مع الآخرين مع رؤية عميقة في العلاقات الداخلية وفي العلاقات الدولية، حتى أصبح هذا الكتاب المطبوع في 14 مجلدا أصبح حجة لكل من أراد أن يتعلم هذا الفن. نقطة فارقة. رحم الله أبا العباس القلقشندي رحمة واسعة. فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة، أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مولانا. اسمح لي نتحدث اليوم عن صاحب صبح الأعشى، عن الإمام القلقشندي. يعني لو وصفوا فضيلة الدكتور فماذا سيكون الوصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عليه الصلاة. أبو العباس شهاب الدين أحمد القلقشندي هو من قرية قلقشند التابعة للقليوبية، وانتقل إلى رحمة الله تعالى عن 65 سنة، سنة 821، يعني في أوائل القرن التاسع الهجري 821. هو انتقل إلى الإسكندرية وتعلم على علمائها، منهم ابن الملقن ومنهم ابن فضل الله العمري. ابن فضل الله العمري كان رئيسا لديوان الإنشاء. ديوان الإنشاء ده يشبه في عصرنا الحاضر ديوان رئاسة الجمهورية، تصدر منه الرسائل من الحاكم إلى إخوانه الحكام في سائر البلاد في الشرق والغرب والشمال والجنوب. هذا الديوان له قوانينه، له مبادئه، له قواعده، له علومه التي ينبغي أن يتحلى بها من يعمل فيه، زي بالضبط الشروط اللي بنحطها لما واحد يجي يلتحق بوزارة الخارجية، لازم يعني يتقن عدة أشياء من ضمنها اللغة، من ضمنها ثقافة لغات الأجنبية يعني العامة، من ضمنها ما يتعلق بالتاريخ، بالجغرافيا، بالأشخاص اللي هو اهتم به الأمريكان بعد كده وبقى يطلعوا هو إز هو، مين هو ده، يعني تراجم الأعلام. كل هذه الأشياء كانت في الحضارة الإسلامية على أبدع ما يكون، وخاصة وصلت إلى الغاية في عصر المماليك.
كان ابن فضل الله العمري ده بقى رئيس ديوان الإنشاء، يعني رئيس ديوان الرئاسة أو الحكم في هذا الزمن. فتتلمذ القلقشندي على ابن فضل الله العمري منذ صغره، ومن هنا حاول أن يكتب ورقتين ثلاثة أربعة كده في مقامة، ده أسلوب أدبي بيبقى موزون لكنه نسر، زي مقامة عيسى بن هشام، زي مقامات الحريري، زي مقامات الحمداني إلى آخره. فكان فن المقامة في هذا الوقت يعني معمول به وشائع، فكتب مقامة عن ديوان الإنشاء اللي هو شغال فيه واللي هو أعجب به ولقى فيه ضلته، لأنه موسوعي، وجد فيه اللغة والخط والكتابة والإملة والتاريخ والجغرافيا وتراجم الرجال والأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدب، ويعني وجد فيه ضلته، هو رجل موسوعي وذهنه مبني على هذه الموسوعية، فأراد أن يكون في هذا التخصص. لما السلطان أرى الورقتين ثلاثة دول قال له ما تشرحهم، فشرحهم في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، وسماها صناعة أو في ديوان الإنشاء اللي طلع 14 مجلد لما جينا نطبعه. 14 مجلد شرح الورقتين الثلاثة دول؟ في شرح الورقتين الثلاثة دول. طب لأنه يجي في الورقتين الثلاثة يقول لك ويجب على كاتب الإنشاء أن يلم بتراجم العباد وبأحوال البلاد. طيب تراجم العباد دي يبقى هيجيب لك كل الحكام اللي موجودين ممن تتعامل معهم مصر، عشان تبقى واخد بالك من ألقابهم، من صفاتهم، من شخصيتهم، من مفتاح شخصيتهم، تخاطبهم ازاي، تدخل لهم ازاي، ايه الحاجة اللي ترضيه، الحاجة اللي تغضبه علشان ما تكتبهاش، وهكذا. يبقى اذا لما اجي افصل الكلمة دي بس اللي هي تراجم العباد، يبقى ده هتاخد مجلدات. لما اقول بقى احوال البلاد يبقى هتتكلم في التاريخ، وتتكلم في الجغرافيا، وهتتكلم في علوم السكان، وهتتكلم وهكذا. وكمان من الجوانب بقى المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا إلى آخره. فقدم له بمقدمة طويلة جدا صبح الأعشى، وبناها على أنه كتاب مدرسي، كتاب سيدرس. وبعد ما انتهى منه قال الله، طيب أنا دلوقتي شرحت المقامة في 14 مجلد وخلاها على مقدمة وعشرة أبواب، طيب هو في حد عنده وقت يقرأ ال 14 مجلد؟ وأنا بحب عشان يفهم الأربع ورقات، من الأربع ورقات لو أرى الأربع ورقات برضو بقول لك كلام مضغوم قوي، يعني ايه تراجم العباد واحوال البلاد، يعني ما هي برضو كلمة مش هتشبع ما توصلش معلومة كاملة، يعني مش معلومة كاملة، مش هتشبع نهم القارئ ولا هتجعل له صورة يتصور بها ايه هو ديوان الانشاء ده. لكن لما جه يكتب بقى كتبها في 10 مقالات او في 10 ابواب، وفصل تفصيلا ايه هي الكتابة، فضل لغاية ما قال طيب هنكتب على ايه، وتعرض الى الورق وصناعة الورق وانواع الورق علشان يبقى كاتب الانشاء ده فاهم كل حاجة، وفاهمها بعمق، وفاهمها من اولها لاخرها. ومن هنا كانت صناعة الانشاء متوائمة معه. ابن فضل الله العمري له كتاب كبير طبع وبذل في طبعه يعني مجهود كبير في النصف الاول من القرن العشرين، اسمه المسالك والممالك، يبقى بيتكلم عن الجغرافيا وبيتكلم عن التاريخ. الممالك اللي حوالينا دي او اللي في الارض،
شكلها ايه وكيف يتصورها الجغرافيون الاوائل. بيتصوروا ان هناك اقاليم سبعة. طيب ما هو مصر فيها اقاليم سبعة، فيها الدلتا وفيها الصعيد وفيها وسط الصعيد وفيها جنوب الصعيد وفيها الساحل وفيها كذا، سبعة بتعبر. قال لك لا، دي السبعة هنا موجودة على صورة طائر، المنقار بتاعه في الصين، والرقبة بتاعته في أفغانستان وانت نازل على إيران كده وكده، والجناح اليمين اللي هو اليمن، ولذلك سميت يمن من اليمن من اليمين، والشمال في الشأم، الشأم اللي هو الشام اللي هو الشمال، في جناح هنا وجناح هنا، والديل في المغرب، واخد بالك ازاي؟ يعني تخيلوا العالم على هذا الطائر وبهذه الكيفية، وقسموه سبع حتت: الراس، الرقبة، الجناحين، البطن، الديل، وهكذا. فهو بيتكلم بقى في المسالك والممالك عن الحكاية دي، عن انه فين البلاد بقى، في اقاليم لكن فين البلاد. وكان رئيس ديوان الانشاء وعلم القلقشندي الحاجات دي، بس الحاجات دي بالنسبة لما كتبه القلقشندي جزء من كل، يعني بعض ما كتبه القلقشندي في موسوعته التي ما زلنا ننهل منها في حاجات كتير كتبها وملأها بالأدب، باللغة، بالخط، بالكتابة، بأدوات الكتابة، بتنظيم العمل، بكيفية كتابة الرسائل للآفاق، بالألقاب، وكل مجموعة من الأمراء أو من الأدباء لهم ألقاب، فالألقاب دي كيف تقول سعادتك ولا معاليك ولا فخامتك ولا تقول إيه لمين، وحاجات الحقيقة إنها رائعة وفائقة، وما زلنا نعمل في ظلالها مع شيء من التطوير في العالم كله على فكرة، مش عندنا بس، ولكن هي لابد منها لدراسة البروتوكولات ودراسة واستعمال كل هذه المعلومات في الأداء الحسن سياسيا واجتماعيا. أساسا فضلتك نخرج إلى فاصل سريع، بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل هذه الرحلة مع سيرة الإمام القلقشندي. أرجوكم خليكم معنا. بين أحضان الطبيعة وبداخل قرية قلقشندة ولد العالم والنابغة أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد، وسمي بالقلقشندي نسبة لقريته الخلابة التي شهدت مراعم نبوغه في شتى مجالات العلوم. هي قرية قلقشندة من القرى العريقة على مستوى الجمهورية، ومن القرى القديمة الضاربة في ربوع التاريخ، وخرج منها علماء أصروا الدين الإسلامي والحياة الإسلامية والعلم والأدب، منهم الإمام ليس بن سعد ومنهم الإمام القلقشندي. هو اسمه القاضي شهاب الدين ابن علي ابن أحمد القلقشندي. فالقلقشندي الذي يعتز به أهل قريته حتى أسسوا له المدرسة الأم بالقرية وتحمل اسم أحفاد القلقشندي، تخليدا لذكراه وعرفانا بدوره التاريخي والتعليمي لأبناء قريته. من الحاجات التي أسعدتني وأنا كنت أعمل في المملكة العربية السعودية، كنت أدرس لطلابي الأدب العربي، فكم كنت سعيدا عندما وجدت القلقشندي مذكورا في كتب الأولاد يتعلمون عنه ويدرسون تاريخه. لا تتعجب من ارتباط أهلها بأرضها وترابها، فهي لم تقدم الإسلام والمسلمين القلقشندي فقط، بل نشأ بها شيخنا الجليل الليث بن سعد، ومن بعده بسنوات طويلة خرج من رحمها عالمنا الجليل الذي نتحدث عنه اليوم، الإمام القلقشندي.
أرحب بفضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مرة أخرى. أهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة لما حضرتك تفضلت في الجزء الأول بشرح يعني صبح الأعشى هذه الموسوعة الكبيرة 14 مجلد في شرح بضع صفحات 3 صفحات ولا 4 صفحات يعني و20 سنة من الجهد الإمام القلقشندي لم يترك شيء إلا وكتب عنه وفيه 20 سنة من الجهد. الحقيقة عندي أكثر من سؤال، يعني كيف الإنسان أن يعيش 20 سنة من عمره يتفرغ لأمر واحد فقط وهو هذا العمل وهو كتابة هذه الموسوعة؟ طيب كانوا بيعيشوا باقي حياتهم إزاي؟ بيتكسبوا منين؟ كان المؤلفات الأخرى اللي كانوا بيألفوها، يعني لما نتخيل الأمر ده وإحنا في عصرنا الحالي نجده أمر مستحيل يعني. لا، هو أدام هو صاحب مشروع فهو بيفتح ملفات المشروع وده موجود لغاية دلوقتي، ان الواحد يفتح مشروع. بس ما بقيناش نشوف ده مولانا في العصر. لا موجود. انا ادي لك امثلة بسيطة جدا ممن عاصرناهم. كان مثلا الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى، وكان عنده موسوعة اليهود واليهودية في 7 مجلدات، كان فاتحها وله كتب كثيرة أخذها من داخل الموسوعة، يعني ياخد له فصل ويجعله المراجع بتاعته يزود فيه يرتب فيه ويطلعه كتاب. فالمشروع مفتوح. لما تيجي تقول له أنت خلصت الموسوعة ولا لا، يقولك لا لسه قدامي أبحاث كثيرة وقدامي جمع كثير وقدامي تحاليل كثيرة لسه ما كملتهاش. فده موجود إلى الآن، وموجود مش عندنا أيضا بس، في العالم كله موجود، إنه لما واحد يكون عنده مشروع بيستمر في هذا المشروع ولا يعطله هذا المشروع عن الأداء. وعن الإمام قرطبي قعد 20 سنة أو أكثر في تفسيره وله كتب أخرى. الإمام القلقشندي 20 سنة في صبح الأعشى وله كتب أخرى. الإمام ابن حجر العسقلاني قعد أكثر من 20 سنة في فتح الباري وله كتب أخرى، وهكذا. فلما الواحد بيكون عنده مشروع علمي بيعمله كده. المشروع بتاع القلقشندي في صبح الأعشى كان يتغيى به التعليم، يعني كان هو عامله كتاب مدرسي، عامله كتاب يدرس ويدرس بقى على سنين على مراحل جايز، ولكن هو عامله لهذا. وبعدين طب ما هو ده ما يبقاش عمل صورة صحيحة وواضحة لقضية الإنشاء اللي أحبها القلقشندي لدى الناس، يعني ما ينفعش يبقى كتاب ثقافي تيكاوي كده اللي هو خد وطير. لا ما ينفعش، ده ينفع انه يكون كتاب مدرسي وكتاب تقعد تدرس فيه سنين، مش عمر يعني. فاختصر في الصبح المسفر دي كانت صبح الأعشى. يعني ايه الأعشى؟ الأعشى هو نوع من انواع ضعف البصر، فأنا هخلي العشاء ده بيجي بالليل، عشاء الليلي، العشاء الليلي، فيجي الضعيف البصر ده ما يشوفش بالليل حتى لو نورت له كده، فبيطلع له الصبح. هو الشيخ القلقشندي بيعمل له ايه؟ بيطلع له الشمس، يلا شوف فديك هات العشاء خلاص الليلي، يروح ويشوف عادي تماما بالنهار. صبح الأعشى يبقى هو هيرشد المحتار، يعني مرشد الحيران، اللي مش شايف هيخليه يشوف، اللي مش شايف هيخليه يشوف في ديوان الإنشاء أو في صناعة الإنشاء. فهو راح مختصره في جزئين ثلاثة كده، اللي هو علشان الناس بقى تتثقف على ما وصل إليه. الحقيقة إن هذا المشروع بيبين أمور. نمرة واحد، أنه يدعو إلى الموسوعية، وأنه يجب عليك حتى تتم لك التجديد أن تقرأ في كل العلوم، ولذلك تجد له كتب كثيرة في هذا المجال أغلبها طوبع.
الإنافة في دولة الخلافة وكذا كلها طبع، وكان يهتم جدا بأنساب العرب. نهاية الإرب، نهاية الأرب في أنساب العرب وقبائل العرب. ألف كثيرا في تتبع الأنساب، وده كان أمر حينئذ وفي عصره أمر مهم للغاية، قضية الأنساب دي، لأنه ما زال العصبية القبلية موجودة، وما زالت العصبية القبلية بتمثل إحدى أنواع السلطة في هذا الزمان. فعلشان يدرك السلطة رايحة فين وجاية منين ويتعامل معاها، لازم يعرف الأنساب ويعرف التفريعات بتاعتها من أين أتت. طبعا أتى فيها بعلوم كثيرة جدا، وحفظ لنا كثيرا جدا من الكتب اللي ضاعت، ولذلك فكتب القلقشندي عاملة زي كتب النويري كده لما ألف نهاية الأرب في فنون وعلوم العرب. فالمهم إن صبح الأعشى هو مجموعة من الفنون والعلوم تؤهل الإنسان لأن يكون دبلوماسيا على أرقى مستوى وسياسيا على أرقى مستوى. فبالتالي واضح أن تأثيره العلمي الكبير ده في ديوان الإنشاء وصبح الأعشى وباقي الكتب أكيد دي كانت مساعدة للأمة المصرية فيما بعد في نواحي كتير وتخصصات كتير. ظل هذا الكتاب عمدة للحكام وعمدة للديوان، ديوان الإنشاء، حتى توج بطبعه في أوائل القرن العشرين في دار الكتب المصرية في مشروع تراثنا في 14 مجلد. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا موصول لحضراتكم، إلى اللقاء. من السلوكيات الخاطئة التي يتعجب منها الإنسان مساعدة الأهل للأبناء على الغش في الامتحانات. واعلموا أنه لا يجوز الغش في الامتحانات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ومن هنا أخذ العلماء حرمة الغش في الامتحانات. اتقوا الله في أبنائكم. اللهم أسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تقبل مني صالح الأعمال، جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، فاللهم يا ربنا آمن روعتي وحرم جسدي على النار، واجعلني ممن يستجاب دعاؤهم، فاشرح صدري وافتح علينا فتوح العارفين بك، علمنا الأدب معك، اللهم آمين.